بدأت يمكن أول سنة مرنت ناشئين حرس الحدود في اسكندرية، كان عندهم 16 سنة، وقدرت أخد بيهم يعني بطولة منطقة اسكندرية وتاني بحري بعد المحلة. وبعد كده مسكت مع بيتو جيت مع الكابتن مختار 4 سنين، بعد كده رحنا مسكنا المصري نص موسم كنت مدرب عام معاه، بعد كده رحنا السعودية في تجربة مع نادي الوحدة، وقدرنا ان احنا نوصل لنهائي كاس ولي العهد، ودي كانت اول مره نادي الوحده يطلع ياخد ميدالية من 45 سنه. ورجعت تاني السعوديه مع كابتن محمد صلاح مدرب عام برضو. بعد كده بقى لما رجعنا من السعوديه انا خدت السكه بقى لوحدي، مرنت فريق تليفونات بني سويف، مرنت مركز شباب حماده، مرنت نادي بدر كده لمده شهر، مرنت دمنهور، مرنت نادي سيراميكا كليوباترا، بعد كده مرنت المصرية الاتصالات. مينفعش راعي الدوري المصري يبقى في درجة ثالثة أو حتى ممتاز بيه. إن شاء الله بإذن الله إحنا عندنا خطة عاملينها بقالنا سنتين، إن شاء الله بإذن الله إن السنة الجاية نكون موجودين في الدوري الممتاز بإذن الله إن شاء الله. كنت تاني أكبر شركة في مصر بعد قناة السويس، طبيعي جدا ان انت تبقى متواجد في الدوري اللي انت راعي رسمي ليه وراعي منتخب مصر. السنه اللي فاتت من 18 مباراه تعادلنا 4 مباريات، والسنه دي اتعادلنا في 3 مباريات. ان شاء الله تكمل على خير، لان لسه فاضلنا 6 ماتشات، عايزين نوصل ل 48 مباراه ان شاء الله باذن الله، او اكتر كمان، يعني ان احنا نوصل يبقى بدون هزيمه ان شاء الله. لو في صعوبات ما عندناش مشكله، الصعوبات هنواجهها وهنعديها، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نعمل كده مع مجموعه اللعيبه المحترمه. على فكره احنا اقل عدد فرقه في مصر، احنا تقريبا 24 لعيب، وطلعنا كده 2-3 صغيرين يتمرنوا معانا الفتره اللي فاتت. هتلعب حافظ على مكانك، فموت نفسك، لان انت ممكن الماتش الجاي ما تلعبش. فدي كانت عامله نوع من المنافسه كنت حاببها بينهم، والحمد لله قدرنا ان احنا الناس كلها تبقى مستوى واحد، نتعامل عيله. احنا كل شويه عزومات، كل شويه بنقعد مع بعض، شويه بنتكلم مع بعض، لان لازم يبقى في تواصل، ولازم تبقى قريب منهم وهم قريبين مني علشان خاطر انا والجهاز، لان هو ده اللي هينجحك انت. اللعيبه بتاعتك هي العوامل بتاعتك المساعده اللي هتنجحك.